حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم، معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة، ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. هلا والله وحياكم الله. قصتنا اليوم وقضيتنا عن قضية عضل. وقبل ما أبدأ وأقول لكم قصة القضية، أبغى أنوه أن جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية هي أسماء مستعارة لا تمت بالواقع بصلة. قصتنا تدور أحداثها في إحدى قرى جنوب السعودية. هذا الله يسلمكم أب اسمه أبو نواف، وهو من قبيلة معروفة جدا. عنده بنت وحيدة اسمها سارة وولدين، الكبير اسمه نواف والصغير اسمه عبد الرحمن. أبو نواف في نهاية الستين ومتقاعد، لكن معروف عنه في مدينته أنه شديد ورايه ما ينثني، ودائماً أهل قريته يلبون كلامه ويرجعوا له في أمور حياتهم، يعني يعتبرونه مثل شيخ قبيلتهم. بنته الوحيدة سارة عمرها 29 سنة، موظفة في بنك، راتبها عالي جداً ومستقرة نفسياً. طبعاً سارة الله يعافيها كانت دائماً وأبداً تبادر في المساعدة في مصاريف البيت، حالها حال أخوانها. وبحكم أن أبوها متقاعد فله راتب تقاعد، لكن مع ذلك كانت تصر أنها تشارك في مصاريف البيت. على مر السنوات لاحظت سارة أنه أي خاطب يجيها من جماعتها أو برا العائلة ما يقبل أبوها، ويطلع عيوب سخيفة جدا، مثل أنه والله هذا صغير، هذا ساكن عند أهله، هذا يتنقل كثير، والأعذار تطول. بيوم من الأيام سارة صادفت موظف بالبنك عندها اسمه أحمد. أحمد صرح برغبته أنه يتقدم لها رسمياً وأنه يبيها على سنة الله ورسوله. طبعاً سارة سألت عن الموظف، ويوم تأكدت أنه ما يعيب شيء قالت له عندك الإشارة الخضراء الآن ويمديك تتقدم رسمياً لأبوي وتروح لبيتنا. وفعلاً توجه أحمد لبيت سارة وقابل أبوها، لكن أبو سارة لما جلس معاه وسأل عنه وشرب القهوة وضيفه، قال اسمعي ابن الناس، أنا كل هذه الأشياء ما تهمني، وش تشتغل وين تشتغل وكم عمرك، أنا عندي شرط وحيد، إن المؤخر حق سارة يكون 70,000 ريال. أحمد طبعا مقتدر ماديا ويقدر يوفر سكن ومهر عالي ومؤخر وما ينقص شيء لا أخلاقا ولا دينا، لكن انصدم من شرط الأب المادي وقال إيش فيه هذا على طول من أول جلسة ومن أول قعدة معاي، قال إن مؤخر البنت 70,000. أحمد طلب من الأب مهلة عشان يفكر. طبعا يوم تجرأت سارة وسألت أبوها عن السبب، قال الرجال بخيل ورفض شرط الأساسي اللي هو مؤخر 70,000 ريال. وليه تتزوجين أساسا؟ أنا مقصر معك بشيء، بكرة أنت بتتزوجين وأحمد راح ياخذ راتبك، ومن هالكلام لحد ما قاعد ينفرها منه. طبعا سارة حاججت الأب وقالت سمعة الرجال كويسة يبا ومقتدر، ورفضه لشرطك مو بخل لكنه تنفير وشرط تعجيزي، لأن من أول جلسة تتشرط ماديا وكأني سلعة، هنا الرجال بيراجع حساباته أكيد وبيقول وش هالعائلة اللي داخلة على طمع. سارة استوعبت أن أبوها ما يبي يزوجها عشان راتبها، وإذا بيزوجها بيكون شرط الوحيد هو رفع قيمة المؤخر، وحست أنها كبرت بالعمر وتبغى تستقر نفسيا مع شريك حياة يناسبها، وكان أحمد هو الشخص المناسب لها من جميع النواحي، يشتغلون في نفس المكان، مقتدر ماديا، في العمر ما بينهم أي فرق كبير في فارق العمر، والرجال صريح ومخلوق وأجاها من الباب. بعد عدة محاولات من سارة لإقناع أبوها، صرح أبو نواف اللي هو أبو سارة بكلامه وقال والله ما زوجك لين تتقاعدين، وفلوسك هذه أهلك أولابها من أي رجال. طبعا سارة انصدمت وراحت تبكي عند أخوانها وقالت أبوي قال لي كذا وقال لي كذا وما صدقوا. اجتمعوا أخوان سارة مع أبوهم يقنعونه إنهم سألوا عن الرجال وسمعته طيبة وكريم، وإن أحمد راح يصون أختهم، ومالك أي عذر أو حق إنك تمنحها عشان مؤخر 70,000 ريال. طبعا أبو سارة بدأ يتلعثم ويخترع أعذار جديدة إلين ما ابتكر عذر عنصري جدا جدا جدا. قال اسمعوا يا جماعة، أحمد صراحة أسمر وما يناسب قبيلتنا. طبعا نواف بحكم أنه هو الابن الأكبر راح قال لأبوه أنت رجل مسلم وتعرف الله وتخاف الله، وانت عارف انه هذا النوع من الاعذار لا يقبل، لان اساسا سمار الولد لا يعني انه هناك عيب فيه ولا مثلا شيء ينقصه،
لكن الحمد لله سألنا عنه، يصلي، يسمي، ماديته كويسة، يقدر يصون أختنا. فعشان إنه هو أسمر أنت ترفضه، فهذا عذر غير مقبول تماماً، لا شرعاً ولا عندنا ولا أخلاقنا تسمح لنا بهذا الشيء. طبعاً الأبو ما اقتنع وقال هذا قراري وأنا ولي أمرها وأنتم ما لكم دخل. وصل الموضوع للعناد وشد وكلام من هنا وكلام من هنا، إلى ما قال الأبو أنا المسؤول عن بنتي ولا لأحد يتدخل في هذا الموضوع. طبعاً أحمد بدأ يتردد كثير على بيت أهل سارة للخطبة، وبعد تكرار الرفض قررت سارة أنها تكلم أخوانها وتقول لهم يا أنكم تزوجوني إياه أو أني برفع دعوة عضل ضد أبوي، لأن الأعذار اللي هو قاعد يقولها غير منطقية ولا يقبلها الشرع ولا يقبلها الله. قالوا حنا معك يا أخيتي وارفعيها وحنا نشهد معك، والشك والله إن أبونا حدنا على هذا الإجراء. طبعا تقدمت سارة برفع الدعوة وقالت للقاضي كل القصة. القاضي سأل الأب عن صحة ادعاء ابنته وقال لا. طبعا الأب أنكر، قال هي تكذب وأنا ما حرمتها من الزواج، لكن للأسف ما حد تقدم البنتي كان كفو نسبا أو حسبا أو مادة. طبعا القاضي قال إنه النكاح حق للمرأة ولا يجوز لوليها أنها يمنعها منه إلا إن كان عنده عذر شرعي وقانوني. فبما أنه أحمد أو الخاطب اللي تقدم لابنتك كان مقتدر ماديا وكان مسلم وكان يصلي وأخلاقه كويسة وإخوانها سألوا عنه، فأنت هنا مالك حق أنك تمنعها أبدا، فهو حق لها. قرر القاضي أن الولاية تزول من الأب وتنتقل للأخ الأكبر اللي هو نواف. طبعا الحمد لله بعد ما انتقلت الولاية النواف تقدم أحمد من جديد ووافقوا وتزوجت سارة من أحمد. العبرة من هذه القصة، أو البعض ممكن يقول والله هذه القصة كثير تحصل، أو مثلا نسمعها في المسلسلات، نسمعها في مجالسنا، لكنها غير واقعية. محاكمنا ما زالت تقبل دعاوى العضل، ومعناته أنها هي أساسا من الدعاوى اللي ترفع بشكل متكرر، هذا إذا ما كان بشكل يومي. الزواج أو النكاح حق للمرأة، وزي ما أنه ما يحق لأي كائن من كان أنه هو يجبر المرأة على الزواج، أيضا ما يحق لأي كائن من كان حتى لو كان ولي أمرها أنه يمنع الفتاة من أنها تتزوج شخص هي رغبت فيه، طالما أنه هذا المتقدم ما يعيب شيء شرعا ولا خلقا ولا دينا. فالشاهد من هذه القصة للأسف أنه بعض من أولياء الأمور يكون رفضه لزواج ابنته إما لسبب عنصري أو لسبب مادي، أو مثلا حاب يستغل راتب بنته، وهذه الأشياء تضر في مجتمعنا بشكل كبير وتضر في مجتمع الأسرة. يعني البنت إذا أبوها قاعد يطمع في راتبها وقاعد يمنحها من أبسط حقوقها اللي هو الاستقرار والزواج، فوش ترتجي منه؟ فالحمد لله أنه سارة في هذه القضية ربي وفقها باثنين من إخوانها وقفوا معاها وكانوا لها عون. لكن هل البنت اللي ما عندها إخوان أو مثلا كل أهلها رافضين أنها تتزوج بسبب أنهم يستغلون ماديتها ويستغلون ضعفها أو غيرها من الأسباب أنه ما يحق لها تتزوج أو ترفع هذا النوع من الدعاوى؟ لا طبعا، يحق لأي شخص وليها قاعد يمنحها من الزواج بدون أسباب أو لأسباب واهية، استغلالا لراتبها، استغلالا لوجودها في البيت، استغلالا أو مثلا حتى بدون استغلال. يعني بعض الآباء أو أولياء الأمور يرفضون تزويج ابنتهم إلا مثلا لعيال عمها، وطبعا هذا الشيء ما يجوز بما أنه المتقدم هي تبغاه وهو أساسا ما فيه عيب، فخلاص هنا يحق لها أنها هي تتزوج وتختار شريك حياتها. كثير من البنات للأسف ما تعرف هذا الحق لها، وتعتقد أنه رضوخها أو استسلامها للأمر الواقع يعد من البر، بينما الشرع يرفض هذا الشيء، لأن الزواج حق لك وتقدرين تتزوجي اللي أنت تبينه وتختارين شريك حياتك طالما هو مناسب لك. قصص من المحاكم.